ومثلما كان حديث الملائكة في بدايات مشروع الخلافة، وكان ذكر دماء الحسين حاضرا، فإن ذكر دماء حسين سيكون حاضرا عند انطواء برنامج الخلافة. أتحدث عن خلافة الأرض، هذا هو الذي نقرأه في سورة التكوير: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت. كل هذا يحدث عند انتهاء برنامج الخلافة في الأرض. فيأتي هنا السؤال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت في هذه الأجواء، وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إنها نهاية برنامج الخلافة في الأرض. كما قلت لكم فيما تقدم في الحلقتين الماضيتين من أن الحسين هو عين القلادة، هو عين القلادة في برنامج الخلافة الإلهية في الأرض، وهو عين القلادة في منظومة الأئمة الأربعة عشر. وهو عين القلادة في برنامج الرجعة العظيمة. وهو عين القلادة في المشروع المهدوي الأعظم. هذا هو حسيننا. يا باحثا ويا سائلا عن حسين، عن حسين، عن حسين، فمثلما كان الحسين حاضرا في حديث الملائكة حينما أخبرهم الله من أنه سيبدأ برنامج الخلافة في الأرض، فإن الحسين حاضر في مراسم وفي أجواء نهايات هذا البرنامج. لذا يوجه السؤال إلى كل الخلائق: لماذا قتل الحسين وإذا المودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ هذا سؤال سيطرح على الجميع، وعلى الجميع أن يملكوا جوابا لهذا السؤال. هذا المضمون سيأتينا، سيأتي الحديث عن هذا المضمون. حديث عن إمامنا
الرضا فيه إشارة وفيه إشعار، مثلما قلت لكم إنها مجموعة إشارات وإشعارات. هذا هو الجزء الرابع والأربعون من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، إنها طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 283، الحديث 17، عن إبراهيم ابن أبي محمود، عن إمامنا الرضا. والشيخ المجلسي ينقل الخبر عن أمالي الشيخ الصدوق. إمامنا الرضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. حتى هذا الاسم إنه مركب من عنوانين: كرب وبلاء. هناك كرب وهناك بلاء، هناك قتل أول وهناك قتل ثان، كرب وبلاء. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. قطعا المضمون الأول في حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه هو القتل الأول، لكن الحديث يشير إلى القتل الثاني. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء. أورثتنا الكرب والبلاء، هذه الأرض أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. ما قال إلى يوم الظهور. يوم الانقضاء هو آخر يوم في أيامي ومواقفي ومراتب القيامة الكبرى. القيامة الكبرى تتألف من 50 موقف، وكل موقف تستمر الحياة فيه 1000 سنة. يوم القيامة يستمر 50,000 سنة، مواقفه 50، كل موقف يستمر 1000 سنة. القيامة الكبرى عالم حياة، عالم معقد، وبعد ذلك تأتي الجنان والنيران. آخر أيام القيامة الكبرى يوم الانقضاء. فهذا التعبير يشير ويشعر بشكل واضح من أن القضية لن تقف عند الثأر المهدوي لدماء حسين، وهذا هو الذي حدثتكم عنه بالإجمال حينما عرضت بين أيديكم قائمة العناوين الرئيسة التي سأتناولها في أحاديثي في هذه الحلقات. ذكرت لكم من أن الثأر الحسيني على مراحل، وما الثأر المهدوي إلا
مرحلة من تلك المراحل، من مراحل الثأر الحسيني. إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء، أورثتنا الكرب والبلاء إلى يوم الانقضاء. نذهب إلى هذا هو الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 320. إنها الزيارة المعروفة بزيارة الناحية المقدسة التي يزار بها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. والنص الذي أقرأه عليكم ما رواه الشيخ المفيد وعنه نقل السيد ابن طاووس وكذلك الشيخ المجلسي. هذا الذي ورد فيها عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأندبنك صباحا ومساء ولأبكين لك بدل الدموع دما حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. كلام الإمام صريح، إنه سيموت بلوعة المصاب. في العصر القائمي الأول سيقتل إمام زماننا، سيقتل ولوعة مصاب الحسين في قلبه وعقله وروحه وفؤاده. هو الذي يقول: حتى أموت بلوعة المصاب. الإمام هو الذي يتحدث، لست أنا. حينما أتحدث أنا بهذه التعابير هذه مبالغة مني، مبالغة بالقياس إلى مضموني، بالقياس إلى وجداني. لكن حينما يتحدث الحجة ابن الحسن هذا هو لسان الحقيقة ولسان الصدق الكامل. هو الذي يقول: حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب وغصة الاكتئاب. فمصاب الحسين لن يتوقف عند القتلة الأولى. قلت لكم هذه إشارات وإشعارات، والإشعارات لا يتحسس بها كل أحد، يتحسس بها المحبون المخلصون الأحرار الصادقون. أشر كما يقول الشاعر، أشر
للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة. أما من أظلمت دروبه وانتكس عقله وقلبه وانقلب وجدانه باتجاه بعيد عن العيون الصافية، يمم العيون الكدرة القذرة التي حذرنا منها أمير المؤمنين، هؤلاء لا تنفعهم الإشارات ولا العبارات. إذا كان الحر يكتفي بالإشارة، أشر للحر من قرب وبعد فإن الحر تكفيه الإشارة، فهؤلاء الذين أظلمت قلوبهم وانطمست لا تنفعهم لا الإشارات ولا العبارات. إذا أردت أن أبقى معكم وأنا أسرد لكم ما أسرد من الإشارات والإشعارات في أحاديثهم أو في زياراتهم أو في أدعيتهم، فإن الوقت سيطول ويطول. الحديث له تتمة، وحلقة يوم غد جدا مهمة، انتظروني في نفس الموعد. وغدا يوم الغدير، جدد البيعة بمتابعة ثقافة علي وآل علي التي لن تجدوها إلا عبر هذه الشاشة التي يحاربونها هؤلاء أصحاب العمائم بكل ما أوتوا من قوة وخبث ودهاء.